السلام عليكم طلاب، اليوم ان شاء الله اخر محاضرة. موضوع محاضرتنا هو على الاندر جراوند كيبل، يعني على موضوع الكيبلات. لازم نعرف الاساسيات على تخص الكيبلات. يعني الكيبلات احنا نستخدم شبكة التوزيع، نستخدم الاوفر هيد ونستخدم الكيبل. الكيبل وين نستخدمه؟ نعرف انه الكيبل راح نستخدمه بالمنشآت، تغذية المنشآت، وكذلك تغذية المناطق اللي تكون بها كثافة سكانية عالية. يعني عندنا مناطق ما ممكن اني اخلي اوفر هيد واوصل باور لهاي المنطقة، لا، لازم اني على الارض او بداخل الارض نخلي الكيبل ونوصل الباور لهاي المنطقة. عندنا المواصفات اللي نراعيها حتى من نختار الكيبل. اول شي الكيبل يكون ستراند ومن مادة موصلة. يعني نعرف انه المادة الشائعة المستخدمة في الكيبلات هي الالمنيوم والنحاس، ويكون ستراند على مود المرونة مالته، الفلكسبيليتي تكون كلش عالية. ثاني شي لازم نراعي باختيار الكيبل الكروس سكشن، السايز مالته يكون ملائم للحمل مالتي اني، اراعي بيه الطول وراعي بيه الفولتية. ثالث شي يكون الكيبل، المادة العازلة للكيبل، ملائمة للتطبيق اللي اني استخدمته. على سبيل المثال، يعني اني اذا اريد استخدم كيبل بمنشأة نفطية، المنشأة النفطية تكون بها ابخرة، مواد كيميائية وابخرة، فلازم اراعي انه الكيبل اللي استخدمه داخل المنشأة النفطية تكون المادة العازلة مالته ما تمتص الابخرة، مقاومة للابخرة. هذا على سبيل المثال. الكيبل لازم يكون الحماية الميكانيكية كلش عالية. يعني من اريد اخلي كيبل يغذي لي منطقة حيوية، احسب حساب انه يصير حفريات، يصير حوادث، فالكيبل يكون مثل محصن ومحمي بصورة جيدة. المواد اللي تصنع المستخدمة بالكيبل او المصنعة بالكيبل لازم يكون يعني ما تتفاعل كيميائيا، ما يصير بها كيميكال رياكشن. عندي هنا التركيب الكيبل، هاي قدامكم فد مثال انه هاي مواد موصلة طبقة عازلة، هذا هنا الشيث يعني كطبقة حماية أولية، هنا هذا البيدينج هنا مثل الحصيرة، تصير مثل الحصيرة إذا شايفيها الكوكسل كيبل مال الساتلايت أو مال الأريل. هذه الحصيرة حتى يعني ما يصير تداخل ويا الكيبلات اللي بصفها. هنا يكون هذا أرمورد ستراند أرمورد، يعني التسليح مالته من يا اما يكون حديد يا اما يكون ستيل، وعلى الاغلب يكون ستيل. هنا هذا الغلاف الخارجي، هنا الكور مالته، يعني هو نعرف انه الكور من يكون من مالتي كوندكتور او سينجل كوندكتورز. هنا انا على سبيل المثال منطيك 3 كوندكتورز، اكو سينجل كوندكتورز، اكو 2، اكو 3، اكو 4، ويكون المادة الموصلة يا اما الومنيوم يا اما نحاس. هنا الانسليشن، المادة العازلة تغطي الموصلات. هنا مثل ما يقول الثيكنس مال المادة العازلة لازم يكون يمنع التوصيل بين الموصلات الثلاثة. يعني ما اجيب اني مادة عازلة تنهار، ما تناسب مستوى الفولتية هذا الكيبل. عندي الميتاليك شيث هنا، هاي هذه الطبقة الحماية الأولية،
البيدنج هذه حصيرة، يعني اللي قلت لك انه تمنع التداخل او المحاثة اللي تصير بالمجال المغناطيسي. وهذه الستراند ارمورد اللي هو يكون يا اما ستيل يا اما حديد، وعلى الاغلب هنا ستيل ارمورد. وهذا السيرفينج، الغطاء الخارجي يكون يعني ملائم. يعني هاي الاساسيات. عندي تصنيفات الاندر جراوند كيبل، تعتمد تصنيفات الاندر جراوند كيبل على عدد الكوندكتورز، نمبر اوف كوندكتورز. يعني قلت لك سنجل كور، تو سنجل كوندكتورز، تو كوندكتورز، ثري كوندكتورز، او على مستوى الفولتيه، وعلى الكونستركشن اوف كيبل، تركيب الكيبل، وعلى نوع المادة العازلة. نوع المادة العازلة وعلى تعدد طبقات المادة العازلة بالكيبل. يعني عندي كيبلات أكثر من طبقة عازلة به. وهنا تصنيفاته اعتمادا على مستوى الفولتية، عندي اللو تنشن كيبل اللي هي حد 1000 فولت، والهاي تنشن 11000، والسوبر تنشن مستوى الفولتية من 22 لـ 33، والاكسترا هاي تنشن من 33 لـ 66. والعدي اكسترا سوبر فولتج كيبل يعني بعد 132. يعني احنا عندنا هذا النوع الاخير قليل الاستخدام، اللي النوعيات الاربعه الباقيه هي مستخدمه بصوره شائعه هنا. وممكن اني اصنف الكيبل طبقا اعتمادا على البناء الداخلي له. يعني احنا اذا شايفين اكو كيبلات تكون مادة الحماية أو المادة العازلة الأولية تكون من ملفوفة، اللي يكون هو بيلتد كيبل، الشريط الورقي، حزام ورقي يلف فوق البي في سي. أول شيء الكوندكتر، بعدين بي في سي، بعدين دي شريط ورقي. هذا استخدامها لحد 22 كيلو فولت. وعندي السكرين كيبل، سكرين كيبل لا مو كان الشريط الورقي، لا يجي شريط نحاسي ملفوف على البي في سي، هذا من 22 لـ 66 كيلو فولت. وعندي الكيبلات اللي بعد 66 كيلو فولت هي بريجر كيبل، يعني اخلي بمكان الشريط اخلي زيت مضغوط، مادة زيتية مضغوط. هذه المادة هم حماية وتمنع انفجار الكيبل. المواد او العوازل المستخدمة، انواع العوازل المستخدمة عندي اما المطاط او الورق الزيتي او السيراميك او البي في سي. هنا شوي نحكي على البي في سي لان هو شائع الاستخدام. المهم البي في سي وين استخداماته؟ يعني تطبيقات تكون بدرجة الحرارة من -40 لـ 105، والأوبريتنج حتى الكيبل يشتغل أو العازل يؤدي بصورة ممتازة أو بصورة جيدة، درجة الحرارة تكون 70. والأوفرلود، وبالأوفرلود يكون 90، يعني من 70 لـ 90 بالأوفرلود. الشورت سيركت مالته يكون بالـ135. يعني هاي اي اريدك تعرف لي يعني درجة الحرارة اللي يعمل بيها بالاوبريتنج وبال الامرجنسي وبالشورت سيركت. مواصفات البي في سي هو هاي انسيليشن، يعني الموصلية العازلية العالية، المقاومة مالته، هنا الاستقطاب مالته جيد،
والمقاومة الميكانيكية مالته يعني نوعا ما جيدة. نجي على البي اي، هي البولي ايثيلين. البولي ايثيلين مواصفاته انه لور دايلكتريك لوسز، خسائر الاستقطاب اقل من البي في سي، وبس هو يكون حساس للرطوبة، يعني يكون سنسيتيف تو موشر. زين، بعد عندي هنا الاكس ال بي اي، هذا الكروس لينكد بوليوتين، هذا النوع هو يعني شائع الاستخدام باغلب التطبيقات العمليه. هنا المواصفات مالته، يعني احنا نعرف درجه العمل مالته، هنا شوف هنا 90 لل 130، والشورت سيركت مالته بال 250، وعندي نوع اخير اللي هو اي بي ار. اكو نوعيات بعد اخرى، بس هاي النوعيات المهمه اللي تستخدم في معظم التطبيقات في نقل الطاقه، يعني اللي الشغلات اللي الاساسيه المهمه انه المواد العازله ومواصفات كل ماده عازله، وتصنيف الكيبلات اعتمادا على تركيبها الداخلي، واعتمادا على مستوى الفولتية، واعتمادا على المادة العازلة. واتمنى لكم الموفقية.